السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. إن شاء الله معانا إصلاح هيلتي. الهيلتي ده دقاق وطبعا بيكسر وحاجات كتيرة أوي. ده واحد جابهولي، كل ما يجي يشغله إيه، هنشوف العطل مع بعض إن شاء الله ونصلحه إن شاء الله. دي الباور اللي هنحطها في الباور إن شاء الله. لما اشوف حضراتكم مش شغال السلك، لما بيتهز كده بيفصل. بيعلق هنفتح ونشوفه المشكلة فين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول عيب هنا لحد هنا كده اللي فيه فصلة سلك، هنعملها مع بعضينا إن شاء الله وهيبان دلوقتي العطل. هنقشر السلك كده اهو. نجيب الافوميتر او لمبة سيريا. هنجرب السلك ونشوف بعد الكلام ده ايه. ادي الفيشة اهي، هنمسك الفيشة كده اهو. طبعا الفيشة اهي مش شغالة، هنعمل ايه بقى؟ هنيجي على السلك المقطوع ونفضل نعمل كده اهو. فالعطل ايه في العضة دي اللي هي مقفوزة. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ اصبح السلك كده لحد الحتة دي كده بايظ اهي، نقطع كده اهو. هي دي اللي فيها قطمه في السلك داخليا، هنعملوها بكل بساطه ان شاء الله وهيرجع الهيلتي تاني كويس جدا جدا جدا. تمام، احنا يعني بمقصفين كده عشان قعدت مني من القصفه اهي. Thank you.
كل حاجة في مكانها. هنيجي بقى هنا اهو، واي مفك صغير مثلا، واحدة معايا معلش، اي مفك عادة اهو، سمي اللاجد اهو، نطلع القديم تمام، وهنركب واحد ورا التاني اهو في مكانه. الموضوع سهل جدا جدا ومش محتاج اي حاجة خالص، كل عايز تشغل دماغك، حاجة بسيطة جدا اهي، وبتعملها بنفسك، ولا هتروح لصنايعي ولا اقول لك لا فتحة ولا نصرة، العملية بسيطة جدا اهي. وزي ما اتعودتوا معايا انا بحب كل حاجة ببساطة. ياريت مشاهدة الفيديوهات وعمل لايك ودعموني عشان القناة ان شاء الله تستمر مع حضراتكم، ونفضلوا كده ان شاء الله مع بعضينا، نقدموا افكار كويسة نفيد بيها بعضينا. واللي عنده اي سؤال او اي حاجة عايز يسأل فيها يسأل، احنا ما عندناش اي حاجة مانع من اي حاجة، احنا اخوات، وبتدعمني برضو هتلاقيني برضو بقدم لك فكرة لحاجة هتستفاد منها كويسة. يعني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. نكون عاون البعض، وإن شاء الله يكون عندنا شغل مع بعضينا كويس أو أفكار جديدة. وياريت مشاهدة الفيديوهات يعني عشان نقدر نستمر في القناة. كده رجعنا كل حاجة تاني زي ما كانت، بسم الله كل حاجة زي ما كانت اهي. بسم الله وكده نجرب ان شاء الله كل حاجة تشتغل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وفقنا ربنا عز وجل وعملناه حاجة بسيطة إن شاء الله. وإلى اللقاء، نتقابلوا في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد، وأرجو المشاركة وعمل لايك ودعم للقناة. إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.